النجمة الكبيرة المصرية الأصيلة الفنانة وفاء عامر. أهلا وسهلا عبر زوم الأستاذة وفاء. مساء الخير، ازاي حضرتك يا استاذ خيري؟ مساء و الخير يا مدام وفاء، ازيك؟ على كل الساده المستمعين، وبتمنى من كل قلبي ان كل الناس تكون سامعه وشايفه الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي باذن الله. يا رب يا رب. اتفضلي، أنا سامعك، وقولي لي شايفة الأزمة بتاعة 57 357 إزاي، وهتعملي إيه، وبتتحركي إزاي عشان تساعدي، لأن أنا عارف طبيعتك، أنت دايما من أهل الخير، يعني أنتوا في مجموعة كده من النجوم ما بتتأخروش أبدا عن البلد ولا عن الناس. الأول إحقاقا للحق، الحملة دي أنا شفت اللي بداها الفنان النجم عمرو يوسف، تمام، فأنا مش هنسب الفضل لنفسي. أنا شفت زميلي يعني تفاعل جدا مع الأزمة، فأنا صحيح، قررت وأمنت بيها جدا، فقررت إن أنا كمان أمشي على نهجه. فعملت ايه؟ كنت عملت من خلال السوشيال ميديا انقذوا 57 357، وقعدت فكرت زي ناس كتير جدا، بقول لهم شغلوا دماغكم وفكروا كويس قوي. احنا الصرح ده معمول لمين؟ معمول عشان يخدم مين؟ يخدم ولاد مصر، ولادنا. كان الاول معمول للصغيرين، ودلوقتي بقى للصغيرين والكبار، من مرضى سرطان الدم والسرطان بصفة عامة. يعني نعم، مرض خطير العين، الحرب معاه شرسة، بيحتاج لعلاج من نوع كبير. بعد حملة التشكيك اللي اتعملت كتير قوي في القائمين عليه، فأنا فكرت بشكل تاني إيجابي، إلى أن إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يظهر الحق ويبين فين الصح وفين الغلط. لا، هو الغلط بان، واللجان قعدت من زمان، والموضوع ده انتهى، مفيش أي كلام مادي أو فساد عن هذا المستشفى. يبقى إذن دلوقتي إحنا بنقول للناس إن هذا الباب لابد ألا يغلق، لابد أن نتوقف أو يتوقف طابور الانتظار علشان العلاج. يعني الأول ما ابتدت حملة التشكيك طلبت طلب واحد، هو إن نودي أشياء عينية أو أشياء يعني صناديق من العلاج مصحوب بفواتير من أماكن موثوق منها، سواء صيدليات أو مستشفيات أو بيع. أنت عارفة الدواء ده أغلبه بيجي من بره يا أستاذة وفاء، بس عشان ما نعملش لبسة عند الناس، ما هو لا نثق لا ما نثقش، فإذا وثقنا يبقى لازم نسيب أهل الاختصاص يعرفوا إيه الدواء اللي عايزينه للحالات اللي عندهم. أنا كنت بتحرك بسرعة، أنا يعني كنت بتحرك بسرعة. تمام. بس بعد ثبوت إن هذا الصرح هيغلق، وإن الناس فعلاً القائمين عليها قائمين بذمة وبضمير، وبإنهم فعلاً ماشيين في الطريق الصحيح، فأنا تحت أمر المستشفى دي في أي وقت، في أي مرحلة، في أي طلب يطلبوه مني كفنانة إني أنزل وأدعم هذا الصرح. لا، انا عايز وده كمان اطلب، فعلا كنت اتحركت فيه من 4 سنين. عايز اطلب منك انت طلب بشكل طبعا. كل المحيط بتاعك بيحبك، انت كده والاستاذ محمد ساعدونا بانك تكلمي ناس كتير وحبايبك اللي بيصخوا فيكي، وتجمعوا اللي تجمعوا له ربنا يقدركوا عليه، وتروحوا عمل تزوروا المستشفى وتعرفينا، بس عمل عشان نكون معاكم. برافو عليك. انا ابتديت فعلا، انا ابتديت يا استاذ طيب، خيري، رائع رائع رائع. انا ابتديت، انا مش محتاجه بجد يعني كتر خيرك، طبعا الدل على الخير كفاعله، بس انا فعلا ابتديت، وابتديت من بدري قوي. ربنا يقدرك. يعني من بدري قوي، لان ولادنا يستاهلوا ويستحقوا. وعلى فكره ما حدش يقول ان احنا مصر بتشحت، مش عارف ايه مصر ايه، طول عمرنا العالم كله قائم على التضامن المجتمعي، وعلى وقفنا جنبنا جنب بعض. نعم. والا ما كانتش امريكا عملت كده، وانجلترا عملت كده، وفرنسا قبل عملت كده، والصين عملت كده. تمام. الدول دي سبقونا في انهم عملوا عمليات توعويه للمجتمع، انهم يساهموا في علاج كثير من الامراض المستعصيه. نعم.
احنا قلوبنا معاكي واحنا مع بعض كلنا ايد بايد. انا بناشد المصريين من خلال برنامجك المحترم، ارجوكم ارجوكم ادعموا مرضى سرطان الاطفال، ارجوكم ارجوكم ما تسمعوش كلام حد، في طوابير واقفه الولاد بتموت، وفي الامل في الشفاء وصل ل 95%. ارجوكم 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 اي حد يبقى، احنا 120 مليون لو اتبرعنا بجنيه واحد، جنيه ملهوش قيمه، هنقدر نجمع 80 مليون. ما تسمعوش كلام حد، في طوابير واقفه، احنا نقدر وهنقدر، وطول عمرنا عايشين ايدينا في ايدين بعض. أرجوكم الفقير جنب الغني، أرجوكم أرجوكم، وأنا أول الطابور، أنا أول الطابور، محدش يقول إن الفنان ما بيقدرش يعمل، إحنا بنعمل وهنعمل، وكلنا واقفين في إيدينا في إيدين بعض، من أكبر راس فينا لأقل حد فينا. ربنا، وأنا بشكرك جدا، أرجوكم اتبرعوا لمستشفى سرطان الأطفال، أرجوكم، والكبار أرجوكم أرجوكم، المستشفى دي مش لازم تقفل، لو قفلت الوزر هيبقى في رقابينا كلنا، كلنا هنتعاقب عند ربنا. نعم، بشكرك جدا يا الفنانة الكبيرة وفاء عامر، بشكرك جدا. أنا بس عايز أقف قدام كلمة واحدة فقط في كل اللي قالته، الفقراء. إحنا ما بنطالبش الفقراء يعملوا حاجة. الفقراء في بلادي ما عادوش يتحملوا يدفعوا حاجة. الفقراء في بلادي دفعوا لما كان معاهم، هم فقراء بس كانوا قادرين. نحن نمر بظروف صعبة، الظروف الصعبة تخلينا واقعيين جدا. هذه المرة نحن لا نطالب الفقير، أنا بطالب من اللي معاه جنايها فكة حطتها وما بيستخدمهاش، حطتها في عربيته أو في بيته ما عادش بيبص لها. بتكلم عن اللي داخله قادر يوفر لعيلته حياة كريمة ويتبقى معه مبلغ يقدر يساعد بيه.